يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجهاد يتضمن كمال المحبة، فهل التحذير من أهل البدع وفضح الأحزاب والفرق الضالة يعد من الجهاد الذي الجهاد ما وافق الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة من الجهاد وهو القتال في سبيل الله. الرسول بيّن هذا لما سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لهذا القيد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الجهاد له ضوابط، له شروط، ما كل قتال يكون جهادا، يكون فسادا في الأرض، يكون تخريبا، يكون سفكا للدماء إذا خرج عن الحد المشروع. نعم.